يقع وادي الغمار بين سلسلة جبلية صغيرة في المنطقة الرابطة بين مركز هاروب ومركز الحجو بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان. يتميز وادي الغمار بطبيعته الخلابة وأشجاره الكثيفة وجوه العليل، ويعد من أبرز وأجمل الأودية لمحافظة هاروب. طبيعة ساحرة وأشجار كثيفة جعلت من وادي الغمار وجهة سياحية بكر لعشرات الزوار من محبي التنزه في الطبيعة والاستمتاع بها.